للمزيد ينضم لنا عبر سكايب من كوفنتري رئيس المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن. أهلا بك سيد رامي. دعنا نبدأ معك بأثار القصف الإسرائيلي على المناطق التي تم قصفها والأضرار التي خلفها. نعم، بداية صباح الخير. أولا هناك ضابط برد ملازم أول وخمسة عناصر أصيبوا بجراح، بينهم اثنان بحالة حرجة نتيجة القصف الإسرائيلي الذي طال بداية حقيقة الأمر قبل صواريخ الدفاع الجوي. القصف الإسرائيلي طال في نقطة عسكرية تابعة للحرس الجمهوري في وادي بردة، وأيضا طال منطقة مطار الدماس الشراعي التي يتواجد فيها الحزب والإيرانيين، ولكن الجندي الذي قتل أو الضابط الملازم أول هو من قوات النظام وليس لا من حزب الله ولا من الإيرانيين. بعد القصف الإسرائيلي الأول كان هناك قصف إسرائيلي ثاني من الجولان المحتل باتجاه منطقة جنوب دمشق أو محيط دمشق أدى لمقتل هذا الضابط. أي أن بداية كان هناك قصف إسرائيلي تبعه قصف إسرائيلي ثاني على المناطق مناطق سيطرة. والقصفان أتيا بعد صاروخ أرض جو مطلقة من سوريا؟ لا لم، يعني لماذا إسرائيل سارعت وقالت بأن كان هناك صاروخ وبعد ذلك قصفت؟ كان هناك طائرات إسرائيلية فوق بيروت قصفت محيط دمشق، وادي بردة تعرف بمنطقة الشيباني التي واجد فيها لواء الحرس الجمهوري، وأيضا منطقة الدماس. بعد كان هناك صواريخ للدفاع الجوي أحدها ذهب باتجاه إسرائيل، وبعدها بعد القصف هذا كان هناك استهداف لبطاريات دفاع جوي ورادار. إذن قصف إسرائيلي ثم قصف سوري ثم إسرائيلي. طيب بالنسبة للصواريخ السورية الوارد حتى الآن هو صاروخ واحد، ولكن قلت صواريخ، كم عددها وما هي الأهداف التي أصابتها؟ أولا بالنسبة للصواريخ الإسرائيلية أصابت مقر للحرس الجمهوري أو لواء الحرس الجمهوري في وادي ورداء، وأيضا أصابت أيضا منطقة مطار الدماس، منطقة مطار الدماس الشراعي التي يتواجد فيها حزب الله ويتواجد فيها قوات إيرانية. هل كان هناك انفجار لمستودعات؟ لم نسجل انفجار لمستودعات، ولكن ليلة أمس أو بعد منتصف الليل كانت سماء دمشق تشتعل بصواريخ الدفاع الجوي والصواريخ الإسرائيلية، الأمر الذي أدى أيضا لإصابات في منازل المدنيين نتيجة تساقط شظايا الصواريخ الإسرائيلية وصواريخ الدفاع الجوي على منازل المدنيين بضواحي دمشق. كيف تعاطى النظام السوري مع القصف سواء إعلاميا أو عسكريا؟ يعني النظام السوري العام الفائت نحو 30 مرة استهدف إسرائيل الأراضي السورية وكان يحتفظ دائما بحق الرد. ودعني أقول لك، جمهور النظام والكثير فرحوا عندما وصل صاروخ للدفاع الجوي فوق إسرائيل، ظنا منهم بأن هناك قصف من النظام على إسرائيل ردا على الغارات الإسرائيلية. أي أن هناك من يحلم حقيقة الأمر بأن يكون رد بعد هذه الغارات الإسرائيلية على الأراضي السورية والصراع الإيراني الإسرائيلي على التراب السوري. شكرا لك رامي عبد الرحمن من عبر سكايب من كوفنتري رئيس المرصد السوري لحقوق الإنسان.